الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث، أستاذ بحوث السياسة بالمركز القومي للبحوث التربوية، عاشق للتاريخ الاجتماعي وكاتب متخصص في تاريخ الغناء المصري. تنوعت اهتماماته وكتاباته بين الدراسات التربوية والفنية، وشغل العديد من المواقع في العمل الأكاديمي والعمل العام، من بينها رئاسة مجلس إدارة جمعية أصدقاء شادي عبد السلام، ورئاسة تحرير سلسلة كتاب حدوتة مصر الصادر عن وزارة الثقافة. حصل الدكتور كمال مغيث على الماجستير في أصول التربية بدراسة عن الفكر التربوي عند طه حسين، ثم على درجة الدكتوراه في الفكر التربوي بالحقبة العثمانية. وللدكتور مغيث العديد من الأبحاث والكتب في التعليم والثقافة، ومنها مصر في العصر العثماني والحركة الإسلامية في مصر والتعليم وحقوق الإنسان وتعليم الحق وحق التعليم والتعليم وتحديات الهوية القومية وتقرير الحالة التعليمية في مصر في القرن العشرين وتدريب وتعليم حقوق الإنسان وكتاب عن ديمقراطية التدريس في التعليم الابتدائي وكتاب هتافات الثورة المصرية ونصوصها. ويشغل الدكتور كمال مغيث عضوية عدد من الجمعيات والمؤسسات، منها الجمعية التاريخية ورابطة التربية الحديثة ولجنة التعليم في المجلس الأعلى للثقافة، كما يرأس مجلس أمناء مركز الحق في التعليم.